يعني أكيد اللي صاير هلأ وعم بيصير وصار، إن كان بفلسطين ولا إن كان بلبنان ولا إن كان باليمن ولا كان سوريا أي بلد، أي بلد بالعالم، حتى أوكرانيا، كل البلدان اللي عم بيصير فيها حروب، نحن منزعل على الناس اللي عم بتموت بلا سبب بصراحة. لأنه أنا بالنسبة لي حروب مفتعلة، واللي شفناه بغزة كانت إبادة جماعية لكم البشر الموجود بغزة. أكيد هذا الشيء بكيت وزعلت وتضمنت كتير، وأنا من الفنانات اللي بالبداية تضامنوا مع الفلسطين والفلسطينية، عملت أغنية يا قدس، وكنا نعمل حفلات تبرعات للمرأة الفلسطينية بعز دين الحرب. وما بنسى مرة كان عندي حفلة تبرعاتها راحت للمرأة الفلسطينية، كانت بمصر، وكنت بانترفيو مع الإعلامي الكبير عماد أديب الدين، وحكينا عن الموضوع. يعني لبنان عم يمرق بكوارث فظيعة من الحرب والعدو الإسرائيلي وغزة، بس أنا بس بدي أسأل شغلة. ببداية الحرب اللي صارت وقفنا كتير وتضمننا كتير، وأكيد أنا بتمنى بأسرع وقت هذا الشيء يوقف، لأنه ما عم نقدر بقى نتحمل نشوف. بس مقاطعة المهرجانات ليه؟ ما نحن قلنا سنين على هالحال. طب نحن وقت صار كمان عنا بالجنوب المفروض خلاص نوقف شغلنا، نوقف حياتنا، الدنيا ما بتوقف. بالنهاية نحن كمان بنقدر نساعد من وراء شغلنا. يمكن إذا ما بنحكي مش معناتها نحن ما عم نساعد، عم نساعد بصوتنا، عم نساعد بشغلنا، عم نساعد بأمور كتيرة. وأنا من الأشخاص عن جد ما بحب أحكي بهالمواضيع، إنه أنا ساعدت وعملت، ما بحب. وإن شاء الله يا رب توقف الحروب ويعم السلام بكل العالم، لأنه نحن تعبنا، الشعب العربي تعب. بس